سيادة النائب عبد الله الرماح، شكرا مع الرئيس. طبعا برحب مع الوزير، طبعا ابن الشرقية وفخر الشرقية، بس احنا مع الوزير عندنا جايين محملين برسائل من اهلنا وناسنا بالنسبه للبطاقات التموين. مع الوزير بطاقات التموين بتبص تلاقي، طبعا انت عارف الناس الغلابه اللي بيستنوا من كل شهر لشهر عشان يصرف بطاقه التموين بتاعته، يفاجئ ان بطاقه التموين واقفه، يجي بعدها يروح يقول لك، يروح يعملها يقول لك ايه السيستم واقع واحنا يستنى شهرين. طبعا الناس الغلابه دي بتبقى مستنيه من الشهر للشهر علشان تصرف التموين بتاعها، تفاجئ تقعد شهرين ما تصرفش التموين ويضيع عليها وقصص كده في مشاكل بطاقه التموين دي. احنا يا ريت يبقى في بديل لما البطاقه تقف، يبقى في بديل لحاجه نقدر نعملها لها يصرف بيه تموينه على البطاقه تشتغل. واثبات المواليد مع الوزير، عايزين برضك اثبات المواليد دي، الناس الاهالي يعني في ناس كتير بولادها بالكامل ما بتسيبتش لها مواليدها، فعايزين حركه في اثبات المواليد دي عشان نقدر يعني نوصل الدعم لمستحقيه بالظبط. يا معالي الوزير الناس يعني الناس تعبانه وهم بيستنوا من الشهر للشهر عشان يصرفوا ال 2 كيلو سكر ولا ازازه الزيت المدعمه عشان يوفروا 100 جنيه ولا حاجه. بالنسبه معالي الوزير برضك موضوع الغله، عايزين النظر في زراعه الغله ان احنا يعني نزود سعر الغله عشان الناس تقدر تزرع، يعني الغله دلوقتي انت عارف الاسعار والاسمده والحاجات دي وصلت ارقام، واسعار الغلالي والحاجات زي ما هي بتورد في الحكومه زي ما هي، فعايزين النظر فيها مع الوزير. شكرا.